بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، قسم النهائي شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية، أقدم لكم تلخيص درس ملخص فيما يخص المادة المنحلة والمحلول والتركيز المولي والتركيز الكتلي. عندما نذيب كمية من مادة تقبل الانحلال يعني الذوب في الماء المقطر، نحسب بعد الرج بعد الرج والتحريك والتحريك على محلول مائي نسمي الماء المحل المذيب، ونسمي المادة المنحلة صلبة أو سائلة أو غازية المنحل، نسمي الناتج النهائي المحلول المائي لتلك المادة. المحلول المائي يحتوي شوارد مميها يعني ذيبة في الماء مميها، أو جزيئات. المحاليل المائية نوعان: محلول ينقل التيار الكهربي مثل كلور الصوديوم الذي يعطي عند تحلله الشوارد المسؤولة عن هذا النقل الكهربي، محلول لا ينقل التيار الكهربي وهو محلول جزيئي مثل المحلول السكري. التركيز المولي يميز المحلول المائي بمقدار يدعى التركيز المولي سي، ويساوي النسبة بين كمية المادة للنوع الكيميائي المنحل وحجم المحلول سي يساوي ان على في، حيث ان كمية المادة المنحلة مول، سي التركيز المولي، وفي حجم المحلول. ناخذ مثال: احسب التركيز المولي لماء مالح تم الحصول عليه بإذابة 1 غرام من كلور صوديوم في 100 ملل من الماء المقطر. نحسب التركيز المولي. اولا نحسب الكتلة المولية، الكتلة المولية نتاع NaCl هي الكتلة للصوديوم Na زائد الكتلة للكلور. نمدو النتيجة 58.5 غرام مول ناقص 1. إذا كمية المادة هي وشني؟ الكتلة لهذاك النوع الكيميائي M مدها لنا هي 1 غرام على الكتلة المولية تمد لنا 0.17 مول. التركيز المولي، التركيز المولي وش هو؟ الكمية المادة على حجم المحلول ان صفر هذا هو، وزيد على المحلول 0.1 لان 100 ملل هي تمد لنا 0.1 لتر. هذه هي التركيز الكتلي. واش يعني معناها؟ يتميز المحلول المائي بمقدار يدعى التركيز الكتلي سي ام، ويعرف التركيز الكتلي سي ام لمحلول مائي بالنسبة بين كتلة مادة المنحلة اي النوع الكيميائي وحجم المحلول. سي ام يساوي ام على في، حيث ام كتلة المادة المنحلة انغرام، سيما التركيز الكتلي، وفي حجم المحلول. نبدو مثال: نذيب قرصا من الاسبرين 500، يعني ان القرص الواحد يحتوي على 500 ملي غرام من الاسبرين C9H8O4.
في كاس يحتوي 100 مليلتر من الماء. احسب التركيز الكتلي والتركيز المولي للأسبرين في المحلول الناتج علما أن إلى آخره. الحل: الكتلة المولية للأسبرين هاي معروفة لها ام سي 9 سي 9 اش 8 و4. اذا نحكمو سي قداش كاين؟ 9 عناصر، ها 9 مضروبه في الكتله للعنصر الواحد الكربون، زائد 8 مضروبه في كتله للعنصر اش واحد فريد، وزائد 4 لي مضروبه في كتله للعنصر اكسجين، لان كاين 4 لهنا عناصر. بعد التعويض توصلوا الى النتيجه 180 غرام مول ناقص 1. التركيز الكتلي وشني؟ التركيز الكتلي هي الكتله لنوع النوع الكيميائي على الحجم المحلول. هاكم تشوفوا الكتله هي قداش؟ الكتله هي 500 ملي غرام، معناه 0.5 غرام، والحجم هو 100 مليلتر، معناه 100 مليلتر، يعني 100 مليلتر معناه 0.1 لتر. تمدنا النتيجة هذه. التركيز المولي هو وشنهي؟ هو كمية المادة ان نتاع النوع النوع الكيميائي على الحجم المحلول. كما راكم تشوفوا نعوضوا ان بالام على الكتله الموليه لهذاك المحلول مضروب في واحد على في، معناه ام على في هي سي ام، لان الكتله التركيز الكتلي على الكتله الموليه. بعد التعويض بالأرقام توصلوا إلى سي التركيز المولي هو 0.028 مول ال ناقص 1. والسلام عليكم ورحمة الله.